يعطيك العافية، أحلى أم عليه. شو طبختنا اليوم؟ رقب محشية اليوم. اليوم وصفتنا رح تكون باستخدام نينجا فودي ماكس. زيت زيتون، بننزل البصل، رح نحط شعفة سمنة بلدية، ورقة غار، البهارات بتلاقوها بصندوق الوصف. رز الحشوة نص استوى بيكون. طبعا لازم نقطب الرقاب، مش ضروري تكون مدروزة درز، يعني شبق بنشبقها شبق، ما كتير ترصوها بس بشكل انه يدخل الرز لجوا. نرجع منقطبهم وبتعملوا لها هيك شوي بس لتحرك الرز فيها. اليوم رح استخدم فيها خاصيتين، الاولى رح تكون السيرينج، زيت زيتون، سمنة، بنخليها 3 دقايق على كلمات، عليكم على دفعتين. البهارات كلها بتلاقوها بصندوق الوصف، بضيف المرق، شوية ملح، بريشر كوكينج هاي ناتشرال ريليس، بحط الوقت اللي بدي اياه 20، قلب بخليه على سيل. هاي ما شاء الله بعد ما خلصت الاكله. مم.